الموضوع اللي تحدثت فيه بداية الحديث التقرير الغيره فعلا كانت الأمور ماشية بالطريق أنه السيد المندلاوي يكمل المدة وبعتها إلى حين الانتخابات وكذا. لكن اليوم احنا نشوف مع أنه الضغط الدولي اللي موجود مع انقسام المكون السني وعدم ترشيحهم إلى شخصية متفق عليها من الجميع، يعني اليوم نسميه الخصم اللي انت معاك بالساحه بساحه السياسه، اترك الكرد، الكرد هم ما عندهم مشكله انه مكانهم محفوظ وموجود وده يمشون بالطريق اللي هم راسمينه مع من يكون احنا معاهم ما عندهم كل مشكله. لكن اليوم من الخصم مالتك من انت تجي ترشح شخصيه جدليه من البدايه وتخلي اكثر من مره وبحيث تفوت الفرصه عليك على انه تعالج الوضع اللي صار مثل ما قلنا الضيوف تفضل قبل شويه انه قرار المحكمه بعد ما صدر القرار وتم عزل الرئيس وصار النائب الرئيسي يقوم بمقامه الى ان وصلنا لهي المرحله. اقصد هذا كله انت يا خصم انطيت المجال الى خصمك ان يستغل هذا الشيء، انت بسبب بي كنت الى وسط امر. هذا واحد. هنا الوضع الدولي اللي احنا نشوفه الان، الساحه الدوليه، المناكفات غيرها كذا كذا كذا، هذا الامر كله صار اكو ضغط، معناها اليوم انه هذا يعني على الحكومه، على التمثيل الدبلوماسي، على الوضع الدولي، انه اليوم انت اكو مكون، هذا المكون الى وجود، وهذا وجوده عن طريق البرلمان، ولو انه احنا نعترض على موضوع العرف، واليوم العرف احنا دائما درسناه بالقانون، العرف تتواتر عليه السنين، يعني مئات السنين تمشي عليه حتى يسمى عرف، وبالتالي الرئيس ونائب الرئيس وكيفيه، يعني هذا من يا مكون، هذا من يا مكون، هذا كان. اقصد انه احنا مشت الكتل السياسيه، الاحزاب السياسيه هي اللي خلت هذا الموضوع، انما احنا كشعب ما راضين بهذا. احنا اليوم نقول الشخصيه الافضل اللي هي عندها تقدر يعني تقدر تقود في مجال معين، خلت تتفضل بالساحه وخلت تعمل، لكن صرنا امام امر له هذا الواقع. اقصد اليوم اللي التحرك اللي يصير مو راغبين به، ولكن مجبورين على انه يروحون يبحثون عن الشخصيه اللي من المكون السني اللي ترشح، واذا بقوا الاثنين موجودين ما راح يتم اي انتخاب اي واحد من عندهم.